في ظروف كهذه دائما ما نفكر كيف نصف المشاعر الإنسانية وربما الوجع للأطفال. ماذا تقول فرح لأبنائها عندما يسألونها عن الوطن؟ اليوم أنا شخصيا بنتي عمرها 3 سنين، خلقت بدولة الإمارات، خلقت بهيدا البلد اللي هو بلدها الثاني ورح تكبر فيه. مش أنا رح خبرها، الإمارات رح تخبرها، لأن هي رح تكبر وتعرف أنه كيف ما تبرم كلها قصص نجاح وإنسانية، وتعرف أنه هي قبل ما تصير أي شيء هي رح تتعلم الإنسانية وحب الوطن. لما تشوف خيا الإماراتي والإماراتية قدي بحبوا وطنهم رح تعرف أنه الوطن غالي كتير. فأكيد هي لحالها رح تعرف مجرد وأنا حطيتها بالبيئة الحاضنة، البيئة الإنسانية المضبوطة.